شركه بروش بالنسبه لي بتمثل الجوده، والجوده هنا مش بتكلم على الكواليتي بتاع برودكت او الكواليتي بتاعت ريزن، لا دي كواليتي بتاعت الناس، كواليتي بتاعت الانظمه، كواليتي بتاعت الديسباتش، بتاعت الدوكيومنتس، بتاعت الباكجينج، بتاعت السيرفيسز، بتاعت التكنيكال اسيستنس. الكواليتي بمعناها هو الكواليتي الشامله. شركه بريكاب بتسعى فقط الى الجوده، وشركه بروش بتسعى فقط الى الجوده، هو ده اللي خلى الشركتين يتحدوا مع بعض ويبقوا شركاء في النجاح. اتمنى التوسع مع بروش في جريدز اخرى وفي كميات اخرى. اتمنى بريكاب تبقى ذا موست بريفيرد بارتنر عند بروش في يوم من الايام.